اهلا وسهلا فيكم بالحلقه الاخيره من حكيتك اللي عم نقدم لكم اياها لهذا الموسم من الفلاج شيب ستور لأورنج اللي موجود بعبدون. بحلقتنا لليوم رح نقدم لكم العديد من الاخبار التكنولوجيه المحليه والعالميه المتميزه مثل ما تعودتوا دائما، ومن ضمنها رح تكون اخبار عن شركه هواوي وتحديدا الهاتف الجديد الهواوي ميت 10 برو، وبرضه رح نعطيكم تفاصيل عن الجهاز الجديد من شركه ابل الاي ماك، ورح نكون مع مقابله مع ابراهيم قرالي. خليكم معنا لتعرفوا تفاصيل اكثر. ورح نبلش اخبارنا لليوم مع اجهزه سامسونج الجديده اللي متوقع انه يتم الكشف عنها بـ CES بشهر يناير من عام 2018، اللي هم اجهزه السامسونج A8 و A8 بلس. من المتوقع انه نشوفه بزجاج عالي الجوده وهيكل معدني مثل ما تعودنا من اجهزه سامسونج، ولكن بنفس الوقت من المتوقع انه نشوف اشياء مختلفه فيه، يعني رح يكون اول جهاز من شركه سامسونج بيجي بكاميرا اماميه مزدوجه. وهذا الحكي رح يضيف تأثيرات رائعة على هذا الهاتف من ضمنهم السامسونج لايف فوكس بالإضافة للفيس أنلوك. هي واحدة من الأفكار اللي عم تنتشر بطريقة واسعة، فرح نشوفها خلال الفترة القادمة القليلة بأجهزة الهواوي. وهلأ شركة سامسونج قالت عن وجودها بعد ما شفناها بهواتف الآيفون إكس من آيفون. وهلأ رح نروح نتابع الأنبوكسينج لهاتف الهواوي ميت 10 برو. الهواوي ميت 10 برو هو واحد من الأجهزة اللي حكينا عنه أكثر من مرة خلال حكيتك، ولكن اليوم رح نعطيكم تفاصيل هذا الهاتف وإيش هي الأشياء اللي بتكون موجودة داخل البوكس أول ما نشتريه. بالهواوي ميت 10 برو عم بيكون فيه العديد من الخصائص الرائعة، ومن ضمنها الإشي اللي كل حدا عم يحكي عنه وبالأخص الكاميرا الدول كاميرا من لايكا. خلينا نشوف إيش الأشياء اللي بتكون موجودة داخل البوكس نفسه. بالبوكس بنلاقي العديد من الأشياء، ولكن واحدة من الأشياء اللي بتميز هذا الهاتف إنه عم بيستخدمه USB-C وهي الوصلة الأساسية اللي عم بيستخدموها سواء كان للسماعة أو حتى للشاحن. فمثل ما أنتم شايفين في عنا الـ USB-C كيبل، وبرضو في عنا السماعة بتيجي مع الـ USB-C بورت. اما بالنسبه للكاميرا بهذا الموبايل بنبلش مع الجهه الخلفيه منه، فيعني 2 كاميرز، يعني بيجي بدول كاميرا، واحده منهم 12 ميجا بكسل والثانيه 20 ميجا بكسل، واحنا اكيد عم نحكي عن اللايكا كاميرا، هي افضل الكاميرات اللي ممكن تكون موجوده بالموبايل فون. لما نحكي عن شاشه الهواوي ميت 10 برو احنا عم نحكي عن اولد ديسبلاي، بالاضافه لدقه رائعه والوان بجنن رح نقدر نشوفها من خلال هذه الشاشه. واحنا لما نحكي عن خصائص كاميرا الهواوي ميت 10 برو عم بيكون في العديد من الخصائص المميزة، ومن ضمنها انه احنا بنقدر نستخدمها كأنها كاميرا حقيقية بروفيشنال ماسكينها بايدنا وعم نصور كل شيء حوالينا، فعم بيكون في العديد من الاشياء والتفاصيل الصغيرة مثل فتحة العدسة والايزو بنقدر انه احنا نستخدمها. هلا واحدة من الاشياء اللي كثير بحبها انه هو IP67 certified، يعني رح نقدر انه احنا هلا نختبره ونشوف قديش رح يستحمل انه يضله جوا المي. ندوي الموبايل ونشوف اذا رح يقدر فعلا انه ينجح بهذا الاختبار. مثل ما انتم شايفين لسه الشاشه ضاويه داخل المي، بقدر اني اكبس الباور بتن اون اوف داخل المي رد يضوي. خلينا نشوف اذا رح يضله شغال بعد ما طلعنا من المي. ولا كانه كان بالمي ابدا، ولا كانه كان بالمي، عم بقدر اتحكم فيه بكل سهوله. وبنروح لنحكي عن شركة أبل وتحديدا الجهاز الجديد اللي أعلنت عنه قبل فترة اللي هو الآي ماك برو. الآي ماك برو هو واحد من أهم الأجهزة اللي وعدت فيها شركة أبل مستخدميها، ورح يكون متوفر بسعر $4,999. رح يجي بهذا الجهاز العديد من الخصائص الرائعة اللي ما شفناها قبل هيك، فرح يجي بمعالج زيون، ومنتوقع أن تيجي شاشته بدقة 5K، ورح يستخدم معالج الرسومات ريديون فيجا، ورح يكون في العديد من الخصائص الرائعة غير هاي كلها. أعلنت شركة مايكروسوفت عن مجموعة من المميزات الرائعة اللي رح تكون مدعومة بنظام الذكاء الاصطناعي ببينج. بمجرد انكم تستخدموا محرك البحث بينج رح تقدروا انكم توصلوا للعديد من النتائج المميزة بطريقة ذكية جدا وسريعة جدا، فبإمكانكم انكم تحصلوا على نتائج مثلا لما تحطوا انكم بدكم تلاقوا صور رح تلاقوها بطريقة كتير أدق وكتير أوضح من الصور اللي انتم متعودين انكم تلاقوها، وبرضه بنفس الوقت رح تلاقوا المحتوى والنصوص اللي انتم بدكم إياها من خلال كتب قد تكون موجودة على الانترنت، ونصوص معينة من ضمنها رح تلاقوا الاشي اللي انتم عم بتدوروا عليه بسهولة اكبر بكثير.
ومنروح لنحكي عن شركة فيسبوك وتحديدا ماسنجر اللي قررت انها تضيف خصائص رائعة جدا من خلال التحديثات الجديدة اللي رح تكون موجودة، وهي تحديثات ثلاثية الأبعاد رح تنضاف على الصور اللي احنا رح نبعثها او رح ناخذها للمكان اللي احنا موجودين فيه. هذه الخصائص شفناها موجودة قبل هيك على سناب شات اللي هي بلشت بالفكرة، وبعدها شفناها بانستغرام، وهلا رح تكون متوفرة على فيسبوك وتحديدا على ماسنجر كمان. وهي الخاصية الجديدة اسمها World Effect. ومنروح لعالم الألعاب، العالم دائما تعودنا أن نسمع فيه العديد من الأخبار المتنوعة عن العديد من الألعاب المتنوعة كل فترة والتانية، ورح نبلش بالحكي عن One Piece World Seeker. بهذه اللعبة عم نشوف عرض دعاء جديد، وعم بتشاركنا شركة بانداي نامكو بالعرض الترويجي الجديد لهذه اللعبة اللي هي One Piece World Seeker. فعم نشوف العديد من الأشياء اللذيذة اللي أضافوا لنا إياها، ورح تكون متوفرة على الحاسب المنزلي بالإضافة للجيل الحالي من أجهزة المنزلية. أما بالنسبة للعبة الثانية رح نحكي عنها لليوم فهي God of War. شركة سوني حالياً عم بتقوم بتطوير هذه اللعبة، ورح تكون متوفرة بعام 2018، والإشي اللي عم بيركزوا عليه هو الشخصية الجديدة اللي رح نشهدها اللي هي إيتريس. اما بالنسبه للعبه الثالثه والاخيره لليوم فهي سي اوف تيفز. بهاي اللعبه اللي رح تكون موجوده ب 20 من شهر 3 من عام 2018 رح نشوف العديد من الشخصيات الرائعه، وعم نشوف نموذج باللعب جديد الخاص بهذه اللعبه. وهلا صار الوقت للمقابله مع ابراهيم القرالي ليحكي لنا عن تكنو كلاود. مشروع السحابة التقنية تكنو كلاود هو عبارة عن مجموعة من الحلول التكنولوجية والرقمية اللي بنوفرها عبر الإنترنت لفئتين رئيسيات هم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة. حالياً إحنا بنقدم خدماتنا عبر بوابتين رئيسيات هم تكنومينا.com وتكنوادفي.com. تكنومينا.com مخصصة لإطلاق مواقع إلكترونية بكبسة زر ومتاجر إلكترونية بسهولة لأي رائد أعمال أو أي صاحب مشروع ناشئ وصغير. لاحظنا كمان إنه رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة يواجهوا مشكلة في إطلاق حملاتهم التسويقية عبر الإنترنت، هيك وفرنا لهم خدمة تكنوادفي.com اللي من خلالها بيطلقوا حملات ممولة بسهولة وبكبت الزر، وبإمكانهم يستهدفوا الفئات اللي بيحتاجوها من الزبائن سواء بالأردن أو خارج الأردن. حالياً إحنا متواجدين بمحافظة الكرك، وهذا المشروع أول مشروع من نوعه في جنوب الأردن. هالسنة انضمينا لمشروع بيك المقدم من شركة أورانج. هالمشروع ساعدنا بتوفير حزم من البرامج التدريبية وقدم لنا الدعم اللوجستي والتقني اللازم، وكون احنا مشروعنا موجود بالكرك حاليا وفر لنا مشروع بيج مساحة بعمان. هالأمر ساعدنا بصورة كبيرة. في المستقبل نطمح انه نتوسع على بقية أنحاء المملكة وندخل أسواق جديدة خارج الأردن وفي الوطن العربي. حاليا كون الفئة الرئيسية عندنا هم رواد الأعمال فالإقبال كان كبير لطبيعة الخدمات اللي عم نقدمها، لأنها ما بتحتاج إنه يكون رائد الأعمال بيمتلك أي خبرة تقنية أو برمجية. فالآن بإمكانه يطلق متجره الإلكتروني أو موقعه أو حلول لأعماله بكبسة زر وبسهولة من دون الحاجة إنه يكون عنده فريق عمل مختص بتكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال. وصار الوقت إننا نروح لأخبارنا السريعة على اليوم. منبلش مع شركة سامسونج اللي من المتوقع إنها تطلق مكبر للصوت ذكي جداً بعام 2018 وتحديداً بالجزء الأول منه. وبالخبر الثاني تم طرح تحديث جديد لأجهزة البلاي ستيشن 4 وهي إصدارها 5.03. وبالخبر الثالث والأخير في شائعات بتقول إنه ممكن يتم إصدار الهاتف الجديد من سامسونج اللي هو سامسونج S9 خلال شهر فبراير. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الموسم من حكيتك. رح نلتقي فيكم بالموسم القادم إن شاء الله. مع السلامة.